المستمره دي. مين عنده في الحزب بتاعه او في الكيان اللي هو فيه حاجه اسمها اداب واصول الاجتماع؟ مين يعرف ده؟ ارفع ايده. اداب الاجتماع، ازاي اعمل اجتماع؟ ها؟ ودن واحده. لو انا ما عنديش ده اللي بيحصل، مين فيكم شاف ناس قاعده في اجتماعات تحولت الى مكلبه؟ كم واحد فينا شاف ده؟ كله ارفع ايديه. كان واحد في حضراتكم بسبب عدم وجود هذه الاداب والاصول ورقه؟ احنا عندنا في الله عز وجل المنسقيه بوست كده موجود ولائحه فيها 34 حاجه المفروض نعملها او ما نعملهاش جوه الاجتماعات بتاعتنا. ولذلك اغلب الاجتماعات بتاعتنا بتبقى نعمه جدا بفضل الله وبنقطع فيها شوط بسرعه. اللي هيحصل ان الاجتماع هيقلب مكلمه، يا اما هيقلب ايه؟ صراع، خلاف. مين شاف ده كمان؟ كل رفع ايديه، اللي ما رفعش ايده اللي يمكن النهارده ممكن يكتب بكره. كل ما شفنا ده وعشنا ده كنا نضرب فيه احيانا، صح ولا لا؟ طيب وجود الاخوه يعني الاعتناء بالاداره والاعتناء بالترتيب ووجود لوائح هي برضه يعني مؤشر خطير جدا جدا من مؤشرات نجاح العمل الاسلامي في الفتره القادمه. وده بعض ان بنستطيع الحمد لله زي ما بنقول بتشغله داخليا، مشغلها داخليا جدا عشان لما نقدر نتقدم للجمهور والمجتمع نكون احنا ابتداء بدينا بنفسنا عمل. ممكن نقفل السلايد اللي بعدها؟ طيب عادي بعد اذن حضرتك التحديات. بصوا اخر حاجه، طول الوقت معنوياتك وايمانك بالفكره معانا في المنسقيه او في الحزب اللي انت فيه او في اي مشروع اسلامي انت بتقدمه هتبقى دايما عامله كده. مره من المرات هتلاقي نفسك معنوياتك عاليه جدا وهتلاقي نفسك منسجم قوي مع الدعوه، وهتلاقي ربنا حاطط تسهيلات كبيره ورسائل مصر ومرشده. لكن جزء لا يتجزأ من الحياه ان يجي وقت من الاوقات تشعر فيه نوع من انواع الاحباط، ديبريشن، من انواع ان زي ما قلت الاول مفيش نتائج، انا محبط، انا مش ده اللي انا بدور عليه. تمام؟ تيجي لحظه من اللحظات تلاقي فجاه حسن شمال اتكلم عندنا في القناه، هوب لقينا مئات الناس بتعمل جوين. تاني يوم نلاقي ان في مثلا حزب بنتواصل معاه مش عارفين نوصل له شويتين. وبعدين حابه تلاقي ان احنا هنعمل مؤتمر، فتلاقي الاخوه تبرعت وافقت علشان نصرف على المؤتمر. وبعدين نيجي شويه وتلاقي المطبعه قامت خذلتنا فالبلد مش عارف جرب فيه ايه ولا كده. وبعدين تيجي لحظه تلاقي رموز جميله كتيره وافقت انها تبقى موجوده معانا، تلاقي كلنا اعلنا الخبر ومعنوياتنا فوق قوي. وبعدين تقوم نازله ان في نصهم اعتذروا. هذا اخي الكريم يعني حال الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لكل عمل شرا، وفي قراءه شرا اي قمر، ولكل شره فتره اي فتور. فدي ما بتجيش الا لما دي بتيجي. تمام؟ فاصبر اخي الكريم. والله انا دايما اسال نفس السؤال اللي كان مدير الراجل ده كان بيسالهولنا، لو احنا كلنا ساعه هذه السبسبه او ساعه هذا الفتور وقفنا، ما في مكان هتستقر فيه 3 شهور على بعض، لان ما في مكان الا وبيعدي كل 3 شهور بصدمه فيه او نوع من انواع الفتور. معاكي بعد اذن حد؟ عادي كمان بعد اذن. كمل. لا ارجع تاني لحظه. اخي الحبيب كمان من انواع التحديات اللي هنقابلها في الفتره الجايه الاتهامات والنقد، سواء كان في الشخص ذاته او في الكيان ذاته، وده برضه جزء لا يتجزا. اظن ابن خلدون اللي كان بيقول الجمله اللي بتصدر كان بيقول من تصدر للعمل العام، او اظن قال من تصدر لامور الناس فعليه ان يتصدق بشيء من عوده. تاكد انها هتتقطع، صح؟ الرموز اللي قاعده معانا كلها يعني الرموز دي يعني مثلا ايه؟ عضو في اداره حزب، عضو في اداره حزب فطالع او شيخ، يرفع ايديه كده، يرفع ايديه. استاذ احمد خوري طبعا عضو في مركز سيد سرطان، شيخ محمد. مين في حضراتكم كده كنا ما عندوش خصوم؟ ما تشوهش، ما تقطعش من سواء منافسين او حاقدين او ناس ربما يكون في ورقه معاهم حق وانت استفدت من ده. مين فيكم ما تعرفش ده؟ ولا واحد ربع ايدي اللي ما دخلش مع السكرتير استاذ مكي.
الوحيد اللي ما دخلش محكمة عسكرية سلمان، مؤشر عندهم بالمحكمة العسكرية، يعني أقل محكمة عسكرية هو إخوة نص. طيب دي لو عملناها في الوقت الضعف ده ارجع نرجع مرة ثانية بعد إذنك. من كان ينشد في السماء مطامعا فجناحه عزم يطول ويقدمه وإذا أراد النجم في عليائه هيهات أن يلقاه وهو محطم. بعد كل اللي قلناه دوت كل ده أخي الكريم لو حصل بدون تقرأ بعد إذنك، لو حصل من غير الزاد الإيماني اللي المفروض نتمتع بيه واحنا شغالين في خدمة هذه الفرصة الثانية الكريمة وخدمة هؤلاء النواب اللي مشرفينا الأحرار اللي مشرفينا دلوقتي دول، فإحنا كده هنكون في خطر كبير أوي. نقلب بعد إذن حضرتك؟ كتير أوي بسأل في وسط الاجتماعات بتاعتنا بنقول للشباب هو إحنا ليه بنعمل كده؟ ليه إحنا ماشيين في الخطر اللي إحنا ماشيين فيه ده؟ الشباب مش مهم؟ مش مهم طول الوقت إن إحنا نصلح النية؟ صح ولا لا؟ نسأل نفسينا وانا كده في السكة الصح ولا ايه النظام؟ عادة بتيجي الإجابة مقدورة مش غلط بس مقدورة. كتير قوي الشباب بيقول لك هنعمل كده عشان نقيم شرعنا عشان نحقق دولة الخلافة الإسلامية. ها؟ مين كان ممكن يجاوب هذه الإجابة لو سئل السؤال ده؟ يرفع إيديه. ليس هذا المقصود الحقيقي، المقصود أبعد من كده. إقامة دولة الخلافة نفسها هي وسيلة ليه؟ لإقامة إيه؟ التوحيد الأول لنشر الهداية. التوحيد فينا احنا الاول لازم يكون موجود، الهداية فينا الاول وفي شعورنا، ثم بعد كده يجي ايه؟ ثم بعد كده يجي حضرتك صح، ثم بعد كده يجي الحاجات دي اقصد دي وسائل وتولز وادوات تؤدي الى المقصود بيها ايه؟ القلب ده بتتكلم مثلا المقصود بيها الهداية ونشر الهداية والتوحيد ده. فخلي بالك اخي الكريم لو معاني التزكية دهيت لو شغلتنا لو اتشغلنا عن معاني التزكية دهيت بأمور الترتيبات والإدارة وكل الكلام الجميل اللي احنا قلناه ده فإحنا في خطر. فاكرين أحيانا دايما بقول للشباب إن احنا محتاجين أحيانا نرجع إلى التوابل بتاعتنا، المعاني البسيطة اللي اتعلمناها في بداية الالتزام. فاكرين لما كنا في بداية الالتزام وكان بيتقال لنا المثال دوت إن الواحد فينا لما بيسوق عربية إيده تبقى على الفتيس ورجله على الدبرياش والبنزين وبشكل الكاسيت بس عينه فين؟ في الطريق. طب احنا بنتحرك اخوتي الافاضل لو مفيش التزكيه دي لنفسنا فهتبقى مشكله كبيره جدا. فهذا الزحام لا نرجع في الزحام ده ومن كتر ما بنصحى الصبح وبنفتح الايميل ونجري على الفيسبوك واشوف البوست اللي انا حطيته اتعمل عليه كام لايك والاخوه ردوا على التاسكات اللي خدوها ولا لا، نسينا كتاب ربنا شويه. ها حصل ما بقيناش عند الورد بتاعنا ما بقاش مظبوط زي الاول حبه حصل ولا لا؟ بتكلم على نفسي بس احنا محتاجين. هو قال كده فذكر ان الذكرى ما عادش تنفع الكافرين ولا العاصين وصين قال المؤمنين. بنحرص قوي قوي جوه عملنا في المؤسسيه ان زي ما يكون في العمل المؤسسي البروفيشنال ده ان يكون في اعمال تزكيه للنفس. ولكن كونوا ربانيين، نسينا الحاجات دي شويه، نسينا ولكن كونوا ربانيين، نسينا قد افلح من زكاها حبا، نسينا وما النصر الا من عند الله شويه. محتاجين دائما يكون في قسط من ومقدار لزكاة نفسينا جوه الأعمال المؤسسية بتاعنا. وده زي ما هنشوف المقدمة دي من أجل وإن احنا هنوري حضراتكم ازاي ده تحط نفسه في سيستم. أسباب الإيه وأحبتي الكرام قبل أسباب الغيب، أسباب الغيب قصدي أحبتي الكرام قبل أسباب الشهادة. يحدث كثيرا إن العين تخدعك، إن الأذن تخدعك، وإن وعد الله عز وجل يكون هو الحق رغم ان العين شايفه غير كده والودن شايفه غير كده. وانت ممكن تخدعني لو واحد فينا معاه ساعه وحاول كده في وسط الدوشه ديت يسمع الف الساعه بتاعته مش هيلاقيها، مش هيعرف يسمع. لو قفل على نفسه قرب الساعه 2 بالليل ومفيش عربيات وقفل التكييف وركز هيلاقي ان ليها صوت بس هو ما كانش سامعه في وسط الزحمه. فامر الله عز وجل وموعوده والالتزام بيه هيجيب النصر، هيجيبه مع بذل هذه الاسباب. العين تقول والفهم يقول ان النار ما تحرقش، ان النار تحرق ولكنها لابراهيم ما حرقتش. وتقول كمان ان الحوت ياكل ولكنه ما اكلش لسيدنا يونس. ويقول كمان ان البحر يغرق لكنه ما غرقش لسيدنا موسى. ويقول كمان ان السكينه تذبح لكنها ما ذبحتش لسيدنا اسماعيل.
هذه كلها مدد ونصرات غيبيه ما نعرفش منها من الاسباب ما يحققها ابدا. مفيش حاجه في الدنيا بتخلي الحوت ما يبلعش، ولا السكينه ما تذبحش، ولا البحر ما يغرقش مره. الله بس ممكن يمدنا بهذا القصر. لو اجتمع اخي الكريم هذين البعدين، البعد التربوي الايماني ده كهو ما كان حيطلع، البعد الايماني ده مع بذل الاسباب بالاحتراف ده، فاحنا سكتنا هتبقى اسهل كتير قوي قوي. بعد اذن حضرتك اتفضل عدي بقى اذن حضرتك. احنا بنقول كل ده يا اخوه لان بنقول الحمد لله رب العالمين هيكل الاداري بتاعنا. احنا عندنا 12 لجنه دلوقتي شغاله، منها لجنه خاصه بالاحزاب والنواب والتواصل معاهم، ولجنه علاقات عامه، ولجنه خاصه بالمان باور بتاعنا او الاتش ار والهيومن ريسورس بتاع الاعلام، واللجنه الاعلاميه طبعا وكانت تكون الشريف، ولجنه ثانيه خاصه بالحملات الانتخابيه. كل ده في الحديث حسينا الوقت من الاوقات ان كل دي اسباب يبدو باذن الله عز وجل ان احنا سنضيف قريبا كمان اللمسه الاخرويه دي كلجنه من اللجان، لان الهدايه نفسها عايزه سيستم جوه العمل الجماعي. فسيكون في مسؤولين تربيه بينا من اجل التزكيه وتصحيح المسار ده دائما ان شاء الله باذن الله طول الوقت. بعد اذن حضرتك وانا بختم اخواننا الافاضل وبعتذر جدا على الاطاله، بنقول ان الفتره اللي ان شاء الله باذن الله هي فتره حساسه في تاريخ المصريين. احنا الحمد لله رب العالمين يعني الفتره اللي كنا بنجمع المتطوعين، كنا بنخلص اللوائح بتاعتنا، عدد من فضل الله عز وجل بقى في الجمهوريه كبير جدا، بقى في مراكز مكاتب تنفيذيه في اكثر المحافظات، معانا نص الحضور دلوقتي الحمد لله رب العالمين المحافظات، قدرنا بفضل الله ان احنا نوصل للعديد من مرشحي مجلس الشعب القادمين اللي كانوا بيشاوروا عليهم ولما شكوا مستقيا اخذوا القرار، ولما حسوا ان في من يدعمهم ومن يقف معاهم اخذوا القرار وبعضهم حاضر معانا دلوقتي. الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله زي ما حضراتكم شايفين لم يتم الان الاعلان على اي قوائم، ولم يتم الان حتى الان الاعلان على مرشحين حقيقيين. قانون الكتابي زي ما حضراتكم شايفين لسه محل بحث واخذ وعطاء. في الفتره دي لمده 30 يوم القادمين لغايه لما يتقفل باب الترشيح بالفعل، فاحنا بنسوق للمنسقيه وبنرتب صفوفنا وبنجهز الحملات الانتخابيه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله من اجل المرشحين اللي هيتم الاعلان عنهم فور قفل باب الترشيح باذن الله. بنأكد على كل مرشح بيشاور عقله لسه ولسه ما اتعرفناش عليه او حد ما عرفش عنه ان هو يبتدي يبعت السي في بتاعته. بنقول للاحزاب الاسلاميه ان دور من الادوار اللي بنقوم بيها زي ما حضراتكم عارفين هو التنسيق ما بين الاحزاب الاسلاميه. الحمد لله رب العالمين معانا دلوقتي اكثر مثلا من 150 مرشح اسلامي قدرنا نتعرف عليهم من عده احزاب. حزب العمل جابوه الله دايما كان من اوائل الناس اللي تعاونت معانا ومدت فيهم، بعتوا لنا حوالي 66 مرشح ليهم بقمه الشفافيه معانا دلوقتي الحمد لله، بلس وزائد العديد من المرشحين الحريين زي ما قلنا حضراتكم. بنتبع كل الاحزاب الاسلاميه الاخرى ان انت عشان تقوم بموضوع التنسيق خلي بالك كلمه تنسيق دي كلمه بسيطه اي حد ممكن يقولها في الشارع، انا بنسق، لكن التنسيق ده بروجكت، ده مشروع قد يقدمه حد صغير، حد مش مشهور، حد مش معروف. معانا نماذج، معانا نماذج واستمارات، ومعانا ثلاث نماذج لشكل التنسيق ده ممكن يتم ازاي. ارجوكم وقفونا بالمرشحين اللي عندكم، انا بدي دعوتي لكل الاحزاب، ارجوكم وقفونا بالمرشحين اللي عندكم عشان نقدر نتخيل الخريطه دي قدامنا ونقعد نشوف فين نقط القوه ونقط الضعف بتاعتنا علشان نقدر ناخد اكشن سريع من دلوقتي، فين الاماكن اللي هتنزل بيها الحمله ان شاء الله.